بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله عليه الصلاة وأزكى السلام. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير. صباح الخيرات والمسرات على كل الوجوه الطيبة اللي أطللنا عليها في هذا الصباح من خلال فضاءكم التفاعلي الخدماتي ضحاكم ضحى القناة، المستمر وإياكم بإذن الله بدءا من اللحظة إلى غاية حدود منتصف النهار بفقراتنا وأركاننا. مرحب بالجميع، نتواصل بإذن الله عبر أرقامنا الداخلية اللي تبقى دائما تحت تصرفكم لطرح انشغالاتكم واستفساراتكم على ضيوفنا الأكارم 021 39 43 43 021 39 42 42. أهلا وسهلا بالجميع، كما تعودنا وإياكم مشاهدي الأفاضل، فاتحة قولنا بإذن الله طهرة لكل الأنفس ونقاء لكل السرائر، وأكيد فضل كبير لكل من اعتاد عليها. أذكار الصباح لكم جميعا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فلا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، نحمدك ونشكرك على كل أحوالنا وإن كنا في أسوأها. نحمد الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، واجبنا حيال مولانا عز وجل، فالحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا مشاهدي الأفاضل أن يبدل أحوالنا إلى أحسنها وأن يفتح علينا فتح الخير بإذن الرحمن. فاتحة بإذن الله لأسبوع موفقة نرجوها للجميع إن شاء الله يا رب، لكل من يزودوا نشاطاتهم الاعتيادية، نتمنوا لهم كل نشاط وكل الحيوية وطاقة إيجابية بإذن الله قدما للأمام. كل التوفيق أيضا لأبنائنا المتمدرسين، لكل من يسعى لتحصيل دراسي جيد لبل ممتاز إن شاء الله، نعوله على كل أبنائنا ولما لا على كل مستقبل الجزائر، أنه يكون موسم فيها من الحصاد الدراسي الممتاز الكثير الكثير بإذن الرحمن. إذا مشاهدي الأفاضل، فقرتنا التالية ورقة كالعادة وإطلالة صباحية خدماتية في أحوال الطقس المنتظرة بمشيئة الله وإرادته. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. Thank you.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. وقدمنا لكم من خامسة التلفزيون الجزائري كالعادة مشاهدي الأفاضل ورقة خدماتية في أحوال الطقس المنتظرة خلال الساعات القليلة المقبلة بإذن الله وإرادته، ويبقى العلم عند الله تعالى، لا إله إلا هو. أحدوه في كل مكان مشاهدي الأفاضل في هذا الصباح الجديد كي تكون انطلاقة بإذن الله فيها من التوفيق ونشاط الكثير. وصلوا معي وباركوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام في هذا الأثناء، بركة تحل علينا وعلى كل الأنفس، وتحية خالصة إذن بأقول في هذا الصبيحة الجديدة لكل الأوفياء ولكل المحبين محبي خامسة التلفزيون الجزائري. نقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم في كل صبيحة من خلال فقرة أو برنامج ضحاكم ضحى القناة بفقراته وأركانه. عديد الفقرات رح تكون حاضرة وإياكم، سنسفر عنها بعد قليل. أما الآن فكالعادة فقرتنا القارة من فقرتنا ببرنامج ضحى القناة، أسماء الله الحسنى لمن أحصاها بإذن الله بلغ الفردوس الأعلى، هو منانا ومناكم بإذن الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحوها في كل مكان أوفياءنا داخل وخارج الوطن. أجدد الترحاب بكل من التحق بنا اللحظة، ما زلنا وإياكم لغاية حدود منتصف النهار بفقراتنا وأركاننا وضيفنا في هذه الصبيحة بإذن الله، وتزامنا والدخول المهني الجديد لهذا الموسم بإذن الله. يحضر معنا عن الوزارة المعنية ضيفنا الكريم، سنتحدث عن مسألة التوجيه والإعلام في هذا القطاع بالتحديد، عديد التفاصيل والجزئيات على قدر كبير جدا من الأهمية راح يفصل فيها ضيفنا الكريم بعد فاصل قصير. وفي كل مكان مشاهدي الأفاضل باسمكم جميعا نرحب بشكل كبير جدا بضيفنا الكريم الأستاذ سيغيلاني دراجي، مدير فرعي للإعلام والتوجيه بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. السلام عليكم، أهلا وسهلا نورتنا. شكرا للضيافة إن شاء الله. أهلا وسهلا أستاذي الفاضل، مرحبا بك. اليوم بإذن الله استضفنا الوزارة المعنية وأنتم تمثلوها بطبيعة الحال، يعني أيام قلائل سبقت اليوم وكان دخول وموسم بإذن الله يكون مكلل بالنجاح والفلاح لكل من يهتم بهذا الموضوع بطبيعة الحال، لكل من يحب أن يفصل في ربما الجديد حتى الخاص بهذا المنظومة بشكل عام. أول شيء نتعرفوا على خلية التوجيه خلية هكذا على مدار حقب هكذا تاريخية، كيف يمكن أن نصفها هكذا؟ يمكن القول أنه كان فيها نقلات نوعية أو فترات انتقالية وكذلك بجديد كذلك يذكر في المنظومة في حد ذاتها، أو أنه كان نفس النظام ولكن تغير في شكل و... تفضل. أنا كل مرة نشوفه يعني تغيره للأحسن. 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 التوجيه عنده تاريخ قديم في التكوين المهني، ف في السنوات في الحقبة الاستعمارية كانوا عندنا عدد قليل من المؤسسات التكوينية، فورثنا في الاستقلال ورثنا عدد قليل منهم، وكثرة كانوا يسيروهم لبير بلون الأباء البيض اللي كانوا يسيروا هذه المؤسسات. الاختصاصات معروفة، خياطة، الفلاحة، حاجة يعني باينين، ماشي حاجة يعني. كانوا تقريبا 47 مؤسسة في 62، في 71 طلع العدد تاع المؤسسات، فالتوجيه تغير، لأن في السنوات الأولى حتى 71 كنا نعتمدوا على مكاتب البيغو دو مان دافر، مكاتب الشغل، كانوا هما يديروا الانتقاء،
كانوا مستقلين على التكوين المهني فيبعثوا لنا التلاميذ يعني بعد الانتقاء بعد ما وجهوهم خلاص خيروا الاختصاص جاوا عندنا. ف 71 تغير الوجهات ومدوهم للمؤسسات التكوينيه لان العدد تاع المؤسسات التكوينيه زاد ضعف في ضعف في ضعف ضعف عدد كبير، فالمؤسسات ما عادش تقدر هذيك اللي كانت تدير الانتقاء ما عادش تقدر تدير الانتقاء لعدد كبير المؤسسات، فعادت المؤسسات هي حره تدير الانتقاء تاعها وحدها، وكانوا تعتمد على في المكتسبات الدراسيه يعني يديروا لهم ماتارب فرونسي سي دي تام بيان شوازي يعني على حسب المنظومه المدرسيه. مستوى الرابعه ياخذوا الامتحان من السنه الرابعه، مستوى الاولى ثانوي من السنه الاولى ثانوي. ف الانتقاء كذلك شافوا عنده نقائص، كل مره نشوفوا النقائص بعد ما تفوت مره نشوفوا النقائص ونوجدوا الحلول ونتحسنوا نديروا طريقه جديده. ففي في 84 بدات الفكره تتبلور واسسنا ما يسمى بمراكز للسيوس سي لي سيك لي سونتر ديكزامان دي فالياسيون دي كاباسيتي بروفيسيونيل، مراكز الانتقاء والتوجيه المهني. فهذه المراكز كانت كل مركز عنده 5-6 مؤسسات تابعة ليه يعني في الانتقاء، الانتقاء يندال على مستوى مؤسسة ويوجهوا للمؤسسات الأخرى. قلت لك أنا كانوا الامتحانات مدرسية رياضيات علوم إلى آخره. ففي 99 تبدل التوجيه والتوجيه الانتقاء والتوجيه على أساس مكتسبات التلميذ، على أساس ميولات التلميذ، على أساس رغبات التلميذ. لذا هي ولا المحور تاع الدراسة ولا محور الانتقاء هو الشاب. نعم لازم ننتقلوا من عنده باش نشوفوا، لأن التوجيه لما يكون الإعلام جيد يكون توجيه جيد، فإذا لازم نركزوا على الشاب نعطوا له إعلام اللي يلزم له. عندنا حاليا عندنا 900 مستشار توجيه وهذول كلهم اختصاص علم النفس، فهذول هما اللي مكلفين بالاستقبال ودراسه الميولات تاع الشباب. بعد ما يديروا انترتيان مع الشاب يعني مقابله مع الشاب حتى مع الاولياء تاعهم اذا امكن باش نشوفوا اين يرغب اين عنده الميولات يميل اكثر ونشوفوا القدرة تاعو الجسمية. بعض الأحيان يجي واحد معاق ولا لاخر نشوفوا له الاختصاص اللي يليق واللي يقدر يستجب لقدراته الحركية والفكرية كذلك. فهذا ما عندنا قلت لك 900 مستشار حاليا رانا نزيدوا ندرسوا ونتعمقوا باش نروحوا نوصلوا حتى المرافقة أثناء قبل الدخول للتكوين، مرافقة بعد ما يدخل للتكوين، ومرافقة لما يخرج من التكوين لما يتخرج. نعم طيب. يسمى بالمساعدة على الإدماج. مساعدة. يمكن القول أن هذا التوجيه هو أيضا آلية من آليات المساعدة، مساعدة هذا المتربص لولوج هذا العالم، حتى أول شيء أول خطوة أنه يختار بشكل جيد وانتقاء يكون سليم ويكون أيضا تربص ممتاز أيضا ويكون فيه مردودية كذلك، لأنه هذا هو الهدف. الانتقاء حاليا هو مقابلة مع مستشار تعتبر انتقاء. تعتبر تدخل في مرحلة الانتقاء. في لما الشاب يتصل بالمستشارة أو المستشار يقوم يدير له بحث على الأمور تاعو يعني الشخصية وميولاته ورغباته، ثم يجوز المرحلة اليوم الثاني للانتقاء. عندنا أيام الانتقاء هي 3. اليوم الثاني للانتقاء نستقبل الشباب في المؤسسات التكوينية تاعنا، فيستقبلهم الطاقم البيداغوجي من المدير النائب التقني الى اخره، الاستاذ، جميع الطاقم البيداغوجي يستقبلوا الشاب هذا في قاعه كبيره، ثم يوجه الى الورشات. الورشات يلقى الاساتذه
يلقى الاساتذه يوروا له القسم او الورشه واش استنى فيه واش استنى فيه، يشوفوا ربما عنده فكره خاطئه على الورشه، ربما خاصه لما نقولوا مثلا ميكانيك جنرال، ميكانيك عامه، هذه ميكانيك عامه مش ميكانيك سيارات، هو يكون عنده ربما ميكانيك سيارات يعني صغيره، ميكانيك عامه راهي ورشات كبيره، يعني الالات راهي كبيره بزاف، لهذا ربما الشاب يديكوفري كي يروح يكتشف لما يدخل الورشه يكتشف انه يقدر ويكتشف انه ما يقدرش، فهم؟ يتبع هذاك الاختصاص، والاستاذ كذلك يكتشف لما عن طريق الاسئله والاجوبه حوار، فيقدر يعرف الاستاذ ان هذا التلميذ يقدر يباشر، يقدر ينجح في هذا الاختصاص، او يقدر مخصوص بعض الاشياء لازم له كومبليمون، لازم له مكملات، فالاستاذ يقدر يغير له الاختصاص برغبته، لان هناك بطاقات الرغبات نعطوها لهم مقبل يخير 5 اختصاصات بالترتيب، اما الاول ما الثاني ما الثالث ما الرابع ما الخامس، فربما لما يشوف الورشه يغير الاختصاص تاعو، نعطوا له بطاقه تقنيه بطاقه رغبات نهائيه فيغير الاختصاص على حسب واش شاف. هذه حسب ايضا قدراته. واليوم الثالث اللي هو ربما بعض المؤسسات عندها وبعض المؤسسات قليله اللي ما اكتسبتش طبيب فيروح للطب العامل، لكن اكثر المؤسسات اكتسبوا اطباء، فاليوم الثالث يدير فحص طبي، لان الفحص الطبي كذلك يدخل في الانتقاء، ثم كاين لجنه يعني على مستوى المؤسسه اللي فيها الطبيب المستشار الى اخره كلها الاستاذ، ويشوفوا كيفاش يوجهوا التلميذ على حسب الرغبات على حسب الاماكن الموجوده، ربما كان هنا تلقي 30 منصب ولا 40 منصب في القسم يوجهوه لقسم اخر، القسم الثاني في الرغبات تاعو، وربما يشاوروه ربما هو يخير نمط اخر، لان هناك اللي يغير الاختصاص، هناك من يغير المؤسسه اللي يكون في هذه ويلقى روحه في مؤسسه اخرى هو يبدل، وهناك من يغير النمط يكون داير التمهين يولي في الحضوري ولا يولي في الدروس مسائيه ولا في عده سبل، فهذه من جهه الاخيره المرمور ياخذ القرار النهائي باش يوجهوه. طيب استاذ دراجي، لما نتحدث ايضا عن التوجيه في حد ذاته نقولوا انه فيه بعض التخصصات اللي يحبها كثير من المتربصين ويتوجهوا لها بشكل كبير، مع انه فيه تخصصات اخرى يعني ينفروا منها بشكل ما، وبالتالي كيف ربما توازنوا بين هذا وهذا حتى يكون فيه توازن حتى في قضيه التدريس والتعليم في هذا المنظومه في حد ذاتها؟ هناك في الإعلام، أي نعم، نقول له دائما الإعلام، الإعلام عنده دور كبير، ففي الإعلام لما تجوزي أنت على مؤسسة تكوينية وتشوفي جدول هكذا فيه الاختصاصات المعروضة للدخول في هذه المؤسسة، تشوفي هكذا تلقى واحدة زوج ثلاثة تلقى 10 ولا 15 ولا، وإنما لما تجوزي مثلا واحدة مثلا أنا شفتها في مؤسسة خدا اختصاص واحد من هذوك الجدول هذوك، خدا اختصاص واحد اللي كانوا ينفروا منه اللي ما عندوش اقبال بزاف، ودار عليه المدير تاع المؤسسه، دار عليه يعني افيش كبيره يعني وبحث على هذاك الاختصاص واش يقدر يدير من بعد واش يقدر، اذا اكبر معلومات مدها لهذاك الاختصاص، ولا عنده اقبال بارابور الاخرين بارابور من قبل، اذا طريقه الاعلان طريقه الاداء ولا كيفاش تلقين الاعلام هذا دور كبير، دور كبير، ربما الانسان الشاب خاصه اللي ما يجوش من كاين عندنا عدد كبير، لان عندنا زوج شريحات، عندنا الشريحه اللي تجي من المؤسسه التربويه مباشره، فهذا ما شافش الخارج ما شافش الزنقه ما شافش، وهناك شريحه اللي راهي في الشارع، راهي في الشارع خرجت العام اللي فات والعام اللي فات عندها عامين الى اخره، وربما دار حاجه وما نجحش فيها ربما، فهذا هذه شريحه ثانيه، لذا هنا نتوجهوا للشريحتين، طريقه اللي نعطي لهم الاعلام هي اللي تقدر نوجهوا بها، اذا اعطيته اعلام جيد فالتوجيه يكون جيد والخساره تكون قليله في اخر المطاف، لان في اخر المطاف كذلك هنا قلت لك كاينه متابعه من قبل ومتابعه اثناء ومتابعه من بعد، فالمتابعه اللي من قبل كي يكون جاي المؤسسه ديجا احنا نكونوا اتصلنا بالمؤسسه التربويه نديروا حملات اعلاميه على مدار السنه، اي نعم على مدار السنه نمدوا حملات اعلاميه،
فتوعوية يعاونونا فيها باسكو عندنا مستشارين هما ثاني وزارة التربية عندها مستشارين. إذا المستشارين تاع التوجيه اللي موجودين في القطاعين يخدموا بالتنسيق مع بعضهم ويساندوا ببعض الصور وبعض الأفلام لأن الاختصاص أو الاستيعاب تاع المعلومة يكون عن طريق الصورة أكثر من يكون كتابي ولا أوراق. فندير لهم دي فيديو دي سيكونس فيديو على التمهين على كذا على الاختصاصات باش يكون عندهم ميولات في هذيك الجهه. ووسائل الاعلام راهي تلعب دور كبير معنا من ترافقنا طوال السنه طوال السنه هناك حصص وهناك برامج خاصه باش توجه التلاميذ. طيب بالنسبه للشرائح الاخرى في المجتمع منها المعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصه نقولوا انه هي شريحه مهمه جدا ويلقوا مكانهم طبعا في التخصصات الموجوده في مجال التكوين المهني، وبالتالي كيفاش تتعاملوا معهم؟ هل فيها توجيه خاص؟ هل فيها نمط ما معين بيداغوجي ام كيف تتعاملوا معهم؟ انا خدمت معهم هذه الشريحه هذه في مؤسسه موجوده في القبه كاتشوما تاع القبه، خدمت مده ست سنوات. اذا الشريحه هذه ككل شريحه ما فيهاش يعني اختلاف، ديجا هما يرفضوا باش تعزليهم باش تعزليهم اكيد على اكيد لازم يكونوا مندمجين. اصلا الهدف هو على الادماج طبعا، هما يبحثوا على الادماج. عده جمعيات اللي خدمنا معاهم كانوا يطالبوا بالادماج. عندنا يعني حاليا عندنا خمس مؤسسات اللي موجوده اللي مخصصه لهذه الفئه. وعندنا مؤسسات اخرى ندمجوا في المؤسسه في الاقسام. هناك اقسام كيفاش يعطونا مدمجه ولا ندمجوا فيها عدد قليل اثنين ثلاثه تاع المعوقين حركيين هذه الساعه رانا على الحركيين فهمت، ولا يكونوا عندهم صم بكم الى اخره. فهذو نقدروا يعني داروا اختصاصات، مثلا داروا لا بلومبري، داروا عده اختصاصات، نجاره، داروا البنات داروا الخياطه، داروا الاعلام العالي، داروا تاع بالنسبه للترمينال، داروا عده اختصاصات وهم ناجحين فيهم. عندنا قرصو، عندنا كاتشوما، وعندنا واحد في سكيكدا، وعندنا يعني هما خمسه على المستوى الوطني. نعملوا مع وزاره التضامن مع الجمعيات تاعهم اللي كانوا يجوا عندنا يجيبوا لنا الاشخاص. وحنا عندنا مكتب في كاتشوما، مكتب سموه مكتب تقييم القدرات بيكوب بيرو دي فارياسيون دي كاباسيتي دو لورونتاسيون بروفيسيونيل. هذا البيكوب يوجه الشباب على اساس دراسه ملف يمضي فيه طبيب، يمضي فيه عده، ويمضي فيه الاولياء تاع التلاميذ باش نعرفوا على الاقل واش يقدر يديرها. وكاين كي يكون عندنا شك نطلبوا الشاب يجي ندخلوه داخل الورشات باش يشوف الورشه الثانيه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، حنا نشوفوه وهو يشوف روحه. هو من بعد كي تجي يقول لك ما نقدرش ندير هذيك ندير هذيك. هو ما نقدرش نمنعوه باش يدير حاجه، ما نقدرش نحسوه باللي راهو ناقص ماهوش ناقص فهمت. لهذا الاخطاء يعني ما لازمش نرتكبوها مع الفئه هذه الهشه هشه شويه. فنحاولوا باش انا خدمت معاهم ست سنين ودرت حتى اللونجاج جيستيول هذاك درناه يعني الاساتذه تاعنا. بالنسبه للصم البكم بعثنا مع المؤسسات الموجوده تاع الصم البكم، درنا معهم تربصات قليله يعني صغيره وفتره صغيره 4 أشهر 5 أشهر للاساتذه باش يكونوا يعرفوا على الاقل كيفاش يهضروا باللونجاج جيستيول. طيب اكيد في هذا الموسم استعديتوا له بشكل كبير جدا، كان فيه استعدادات وكان فيه ربما نمط جديد او فيه جديد في المنظومه في حد ذاتها، هل من جديد يذكر؟ جديد؟ الجديد احنا عندنا 380 منصب بيداغوجي هذه السنه. عندنا الجديد عندنا بكالوريا بروفيسيونيل، انا ربما من نهايه السنه نكونوا داروه على الارضيه بكالوريا بروفيسيونيل. هذا ماهوش نمط، هو في الحقيقه مسلك ولا كيفاش نقولوا مسار، مشروع ان شاء الله. مسار. لا لا هل هو قيد الانجاز؟ هو لحد الساعه رانا هو لحد الان هو مشروع بديناه في 2002. لا عندنا في هذا الموسم؟ فيه بكالوريا. ما عندناش بكالوريا، ما تكونش هذا العام رانا دوكا، هذا برك عطاونا الموافقه
تمام، لانه الاسبوع الماضي كان قبل دخولي كانت حاضره معنا عن الوزاره المعنيه وكانت تحدث عن هذا المشروع وقالت انه نهايه السنه يعني السنه تاع 2020 نعم 2020-2021 يكون فيها البكالوريا بروفيسيونيل، لان التلاميذ راهم يقراوا. دخلنا من 2002 هذا الموسم، دخلنا من 2002 احنا ندخلوا، دخلنا في كل موسم، الموسم هذا عندنا دخول، تمام عندنا دخول ربما 3000 ل 4000 شاب اللي جاوا للتعليم المهني، توجهوا هما وجهوا رواحهم بكالوريا، اني نهضر دخلوا في التعليم المهني. تمام، هذا عن البكالوريا استاذ، التتويج من بعد يجي، احنا عندنا التعليم المهني التتويج يجي في النهايه. التتويج لازم خدمه، لازم اللجنه الوزاريه عن هذه الخدمة أستاذ سيغيلاني نحب نعرف أهم المراحل اللي ربما تنتظروها وتحضروا لها كأرضية من أجل إحقاق بكالوريا مهنية. احنا رانا رايحين نأسسوا اللجنة، أسسوها اللجنة ديجا فيها ثلاث قطاعات. نعم، فيها دوك نشوفوا شكون يمد الشهادة، شكون يدي التلميذ، شكون وين يروح التلميذ من بعد، لهذه لازم فيها تحديد المهام وتحديد العمل اللي تنظر فيهم. كاين ثلاث قطاعات معنية، قطاع التكوين المهني، قطاع التربية، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. إذا هاد الثلاث قطاعات يلتقوا يقعدوا في الطابلة ويتفاهموا شكون يدي شكون، كيف في كوا، يعني المهام شكون يقوم بها، حتى يوصلوا الشاب إلى الدخول للجامعة. بالبكالوريا التتويج شكون يتوج، شكون يمد الشهادة، شكون هذه لازم لها إجراءات. والإجراءات لازم يدرسوها مع بعض الثلاث قطاعات. على الاقل عندنا الموافقه يعني مبدئيا لانه اخر مره حضور ضيفه الكريمه كانت قالت انه على الاقل يكون فيه عندنا موافقه، لحد الان ما كانش فيه موافقه، لكن اليوم تقول انه الجديد انه فيه موافقه على الاقل مبدئيا من اجل الشروع في هذا المشروع، لانه مشروع كبير ماهوش بالحين ويتطلب مجهود وكذلك نقول انتقاء جيد واعلام جيد وتوجيه جيد كذلك من اجل احقاقه كمشروع هكذا متكامل. طيب ما هي المشاريع ان شاء الله يا رب اللي تشوفوها مستقبلا من اجل طبعا عندنا تصحيح ما فيه من ثغرات، لانه اكيد كل منظومه وكل قطاع الا وعنده ثغرات في كل مره وفي كل موسم وفي كل سنه نحاولوا ان نتجاوزوها في كل طبعا مجال التعليم. عندنا ملف جديد راح ينطلق هذه السنه ربما في شهور قليله، ربما الدخول فيفري نكونوا ديجا درنا على ارض الواقع، هو مشروع المتابعه. المتابعة والمرافقة. فالمرافقة أهم، كاين ملف جديد راح استنوتي سنوتي الطلبة كيفاش نقولوا وسيلة ولا آلية راح توضع في يد المستشارين اللي راهم 900 مستشار، يعني تقريبا كل مؤسسة بمستشار، عندنا 1200 مؤسسة عندنا 900 مستشار، فالمستشارين هذول حاليا ماهمش يخدموا بهذه الآلية لأنها جديدة، راح توافق عليها الهندسه البيداغوجيه لان المشروع راهو في المرحله النهائيه خلاص، فقط الموافقه تاع المؤسسات المكلفه بالهندسه البيداغوجيه فنديروا في ارض الواقع ونديروا التجربه لمده سنه ونشوفوا ونصحوا. هذا جام اثر هناك قوانين للتوجيه، هناك دي سيركولير دي زاريتي، هذون كلهم يعني قرارات وتعليمات. الاخرى كانت في 2004 تعدلت في 2009، فهناك يعني نقاط اللي تهم هذه بالنسبه للشريحه العامه، بالنسبه للشريحه الجمهور الواسع، بالنسبه للشريحه تاع التربيه هذه عندنا معاهم قرارات كذلك. اخر قرار درنا في 2013 مع مشاركة احنا والقطاع التربية باش يوجهوا التلاميذ مباشرة، يعني يكتبوا له يعطوا له ورقة تاع التوجيه يمضي فيها المدير الولائي تاع التربية والمدير الولائي تاع التكوين المهني باش يتوجه التلميذ فار اختصاص ما. فهذه الشريحة اللي راح تجي مباشرة من وزارة التربية راهم معفين، عندهم اعفاء من المسابقه. نعم. ما يجوش المسابقه. لانهم ديجا وجههم التربيه جاو ديريكتومون، سي ان شوا. هو اختيار.
الان تقول لي بالنسبه للاختيار لازمنا اسكو درنا تربيه الاختيارات، هذه علامه استفهام. ربما في المستقبل لما تظهر الضعف نقاط الضعف في هذا المجال، فربما نزيدوا نصمتوا شويه على وزاره التربيه باش يدخلون في البرامج تاعهم نقطه اسمها تربيه اختيارات ليديكاسيون شوا. لان بكري مش عارف ذات الشفاي كانوا لي جو دو سيت فامي، بكري كانوا عائله فلاح، اذا كانت فيها عائله ماسون، عائله مش عارف واش، عائله الاعلام الالي، عائله الخياطه، فالعائله فيها سبعه ونلعبوا في الدار الاولاد الصغار، نحضروهم للمستقبل تاعهم، يشوفوا شنو الماسون، يبدا يتعلم الالفاظ هذه بالصور بالاخذه. فهذه كنا تقول فيها كانت بكري التربيه. ربما دوك نرجعوها باشياء كيفاش يقولوا متطوره، ربما بالصور بالرسوم المتحركه بكذا نقدروا نديروا افلام ونقدروا نديروا كذا باش نربيوا الاختيارات. طيب بالنسبه لكل المتربصين الناجحين ان شاء الله يا رب اللي يخرجوا بشهادات بطبيعه الحال، وزاره اقول التكوين المهني بطبيعه الحال تحمل على عاتقها انه يجد هذا المتربص حياه عمليه بعد او فرصه عمل فيما بعد. تحاولوا على قدر الامكان. احنا ديجا كنا تحققنا في هذا الموضوع، احنا على مستوانا على مستوى التكوين المهني نحضروهم في اخر مطاف، يعني في السداسي الاخير من الدراسه تاعهم. عندنا عندنا زوج كيفاش نقولوا دو موديول. عندنا موديول يسموه تكنيك دو ريشيرش دومبلوا، يعني تقنيات البحث عن العمل. هذا يقرره الاساتذه للمتربصين اللي يكونوا قبل ما يتخرجوا. وهناك موديول اخر هو بناء مؤسسه او خلق مشروع مهني متكامل، انشاء مؤسسه صغيره انشاءها. نعلموهم عندنا موديول يقررهم في هذا الاساس. تمام ان شاء الله. نتمنى لكم كل توفيق استاذ سغيلاني دراجي مدير فرعي للاعلام والتوجيه بوزاره التكوين والتعليم المهنيين. شكرا جزيلا لحضورك، جزاك الله كل خير. نلقاوك ان شاء الله يا رب في قابل ايام ولما لا. اما الان مشاهدي الافاضل، فما رايكم لهذا الجوله السياحيه اقول داخل الوطن وبالتحديد في واحده من اهم المعالم التاريخيه في الجزائر، المتحف الوطني للمجاهد، تشرع ذراعها لكل من يحب ان يكتشف تاريخ الجزائر العتيد. عديد التفاصيل من خلال هذا الاطلاله السياحيه، ولن نعود باذن الرحمن. شموخ ثوره تقبع مكنونتها من اعلى هضبه الحامه المطل على خليج العاصمه الجزائر، وسط أسوار تحفة مقام الشهيد المعمارية، تروي روح المقاومات الجزائر الأبية، هو المتحف الوطني للمجاهد. تعود فكرة إنشاء أو بناء هذا المقام، مقام الشهيد والمتحف الوطني للمجاهد، إلى فكرة هي تعود إلى الرئيس الراحل هواري بومدين. كانت من طامحه ومن أحلامه أن يجسد هذا الصرح التاريخي الثقافي، لكنه عرف النور وعرف التجسيد في عهد الرئيس الراحل شادلي بن جديد. أخذت فترة بنائه حوالي 9 أشهر منذ سنة 1981 نهاية 81 إلى غاية سنة 82، فكان تاريخ 5 جويلية 1982 هو تاريخ تدشين هذا الصرح التاريخي. الشركة التي قامت ببناء هذا الصرح هي شركة كندية، لكن المصممين والمهندسين الذين كانوا واقفين على تجسيد هذا المشروع هم جزائريون من الفنون الجميلة أيضا، ومن الخطاطين الجزائريين الذين حضروا وأسسوا لهذا الصرح الذي بني. صرح مهم تاريخيا، مؤرخ لحقب ثورية تحررية لشعب أراد الحياة فكان لابد أن يستجيب القدر.
لماذا هذه المنطقة بالذات؟ لماذا هضبت الحامة واختيرت لاعتبارات تاريخية؟ سنعود إلى اعتبارات قديمة جدا، سنعود إلى سنة 1541 هي الحملة الصليبية أيام شارلوكان. سنعود إلى أيضا لأنه هذه الهضبة كانت تطل على الساحل الجزائري، لأنها أيضا كانت قبلة للملاحة الجزائرية، وليس الملاحة الجزائرية فقط، الملاحة بصفة عامة، لأنه الساحل الجزائري كان عبارة عن واجهة بحرية ذات هيبة وذات قيمة تاريخية معروفة. لكن هضبة الحمة أيضا عرفت تاريخا آخر. حين نقول هضبة الحمة فهي مطلة على في المدنية، منطقة المدنية بالذات، هي مطلة على واحد من المعالم التاريخية أو الأماكن التاريخية التي شهد لها منذ 54 سنة. نتكلم عن بيت الياس دريش، المجاهد الياس دريش، الذي احتضن اجتماع مجموعة 22 التاريخية. كذلك حين نقول هضبة الحمة سنقول هذا المقام المطل على حي ديار المحصول، اللي عاش في يوم من الأيام مظاهرات 11 ديسمبر 1960. وحين نقول هذا الموقع الجغرافي التاريخي بالذات هو مطل أيضا على محطة أخرى أو موقع آخر، هو فيلا سوزيني المعروفة بفيلا التعذيب أيام الاستثمار الفرنسي. التاريخ مرآة الأمم، نور ماضيها يترجم حاضرها ويستقرئ مستقبلها. مقصد تحمل مسؤوليته المتحف الوطني للمشاهد تبليغا لأمانة الرسالة التاريخية للأجيال الصاعدة. حادثة المروحة أو الحادثة المزعومة التي ادعى بها القنصل الفرنسي بأنه قد أهين في حضرة الداي حسين، ولكنها كانت كذبة عشناها طيلة 132 سنة، وكانت سببا لاحتلال الجزائر. العدوان بدأ عشية 14 جوان العام 1830. هذا القنصل الذي قبل هذا العدوان كان قد ادعى بأن الداي حسين أهانه بمروحته متجها إليه بحديثه، لكنها كانت كذبة دفعنا ثمنها كما قلنا في ذات 14 جوان العام 1830 على شواطئ سيدي فرج، أين كان بداية الاحتلال. بعد 14 جوان 1830 بدأت مرحلة جديدة عرفها الشعب الجزائري، هي المقاومات الشعبية. وحين نقول هذه الحقبة بالذات سنقول بطبيعة الحال الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة. حين نقول الأمير عبد القادر سنقول الفيلسوف، سنقول الدبلوماسي، سنقول السياسي والعسكري. وتنطلق مقاومة أخرى في الشرق الجزائري بقيادة أحمد باي من قسنطينة، الذي قاد واحدة من أكبر المقاومات الشعبية والتي عاش فيها خلالها مرحلتين، وكانت سنة 1837 هي مرحلة سقوط مدينة قسنطينة على أيادي المستثمر الفرنسي. تتواصل المقاومات الشعبية في كل ربوع الوطن لتعرف من الغرب إلى الشرق وحتى الجنوب الغربي والجنوب الكبير وحتى منطقة القبائل، لنتحدث عن شخصيات صنعت الحدث في هذه الفترة على غرار بعض الرموز التي نذكرها كشيخ ببغلة، بعمامة، لالا فاطمة سومر، واحدة أيضا من النساء اللواتي قدمنا صورة عظيمة عن ملاحم النساء الجزائريات في المقاومة الشعبية ومنذ انطلاق كفاح الشعب الجزائري من أجل هذه الأرض الحبيبة. فبعد أن فشلت المقاومات الشعبية ارتأى أن يخوض غمار الكفاح السياسي. النخبة الجزائرية هنا أرادت أن تلج غمار وعي آخر، هو الوعي التحرري السياسي، فيما تمثل فيما نقول عنه الحركة الوطنية الجزائرية التي تشعبت في عدة تيارات ما بين الإصلاح إلى الإدماج. حين نقول هذه التيارات سنقول عدة شخصيات قادتها، سنتكلم عن الأمير خالد، سنتكلم عن البشير الإبراهيمي، عن عباس، كلها شخصيات عاشت هذه الحقبة الزمنية من الوعي التحرري السياسي، والتي أدت فيما بعد إلى مرحلة أخرى أو تبلور فكرة جديدة ما يعرف بالكفاح المسلح.
وهي كانت الحل النهائي من أجل الخروج من هذه السيطرة الاستثمارية الفرنسية على أرض الجزائر وشعبها. حين نقول الخروج من هذه الفترة سنتحدث عن محطة تاريخية هامة جدا في تاريخ الجزائر. سنقول الاجتماع التاريخي لمجموعة 22 التاريخية. هذه المجموعة، هذه الثلة من شباب الجزائر، من الرجال القادة العظماء، خطاش شال وموريس الجهنميان، هذان الخطان اللذان كانت قد أسستهما أو أنشأتهما السلطات الاستثمارية الفرنسية على طول الحدود الجزائرية الشرقية والغربية. كان الهدف منه هو عزل الثورة الجزائرية وثوارها عن مساندة الدول الشقيقة لها، تونس والمغرب، ليعرف خلالها الشعب الجزائري محطات عديدة خلال الثورة التحريرية منذ 54 لغاية 1962، على غرار ما نتحدث عن هجمات الشمال القسنطيني التي كانت ذات 20 أوت 1955. كذلك حين نقول 20 أوت سنقول 20 أوت 56، سنتحدث عن مؤتمر الصومام. هذا المؤتمر التاريخي الذي يعد وثيقة ثانية أو دستورا ثانيا للثورة الجزائرية بعد بيان 1 نوفمبر وما نتج عنه. وحينما نقول بيان أو مؤتمر الصومام سنتحدث عن عديد القرارات التي تتضح في عديد المجالات، على غرار جهاز الاتصالات السلكية واللاسلكية الذي يعتبر وليد المخابرات الجزائرية، والذي يعتبر كذلك من المحطات المهمة التي عرفها الشعب الجزائري خلال كفاحه وخلال قيادة الثورة له. حين نتحدث عن هذه المحطات يجب ألا ننسى بأن الشعب الجزائري قد عاش عدة أحداث أيضا أليمة. سنتحدث عن ما قدمه المستعمر الفرنسي في حقه من جرائم، على غرار المقصلة، على غرار التعذيب وأشكال التعذيب التي كان ينالها الشعب الجزائري صغارا وكبارا، شيوخا وأطفالا، وحتى الذين ألقي عليهم القبض من جنود الثورة التحريرية. شجون يؤجج فينا روح الفضول لمعرفة المزيد عن تاريخنا، ونحن نتمعن وسط أروقة المتحف كأننا نعيش وقائع الأحداث وأبطالها، لنستشف معاني اللحمة الواحدة رغم قساوة الظروف، ونستقرئ مساهمة الصغير والكبير، الرجل والمرأة، عبر الحقب المقاومتية. فرغم بشاعتها، صور التعذيب الإجرامي الاستثماري مؤلمة حقا، لكنها مدعاة للفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن المفدى. ويبقى فضاء المتحف الوطني للمشاهد مرحبا دوما بكل من أحب الغوص في أعماق تاريخنا من داخل وخارج الوطن. هو ما يؤكده التوافد المستمر سياحياً للزوار على مدار السنة لعديد الجنسيات. فاللهم ارحم أبطالنا وجازهم عنا خير جزاء. اللهم استودعناك الجزائر وأهلها يا من لا تضيع ودائعه، فاحفظها بحفظك وأنت خير الحافظين. هي أمانة الشهداء لنا جميعا، اللهم ارحمهم جميعا في جنانك، واللهم اجعلنا فعلا خير خلف لخير سلف، نخجل أمامهم فعلا، أمام كل بطولاتهم، كل تضحياتهم، كل قطرة دم تحتاج منا إلى وقفة، لحمة واحدة لكل هذا الشعب الجزائري الذي تاريخه كله فخر ومدعاة للاعتزاز. تحية خالصة لكل أبناء الجزائر الأحرار، اللي دائما كل من مكانه وكل بمنصبها وكل من زاويتها، ولكن ينشط من أجل إحقاق الحرية التي نبحث عنها في جزائر السلم وجزائر الحرية وجزائر الديمقراطية، كما أحبها شهداؤنا الأبرار رحمة الله عليهم جميعا. الطبيب من مكانها، والصحفي من مكانها، والمهندس من مكانها، وكل من منصبها، ولكن هي يد واحدة سيحبها الله ويباركها بإذن الله. الدكتور يحيى أحمد حاضر وإياكم بإذن الله، هو أيضا من زاويتها توعية وتحسيسا منها، أكيد صحية
نفسيا وطبيا بأهم الحالات التي يمكن للإنسان فيها أن يقلع ضرسه، ولكن باحتياطات واجب احترامها. عديد التفاصيل في ذات الموضوع يفصل فيها الدكتور بعد فاصل قصير. وباسمكم في كل مكان مشاهدي الافاضل نرحب بشكل كبير جدا بالدكتور احمد ناحي الحاضر وايانا في هذا الصباح. نقول له صباح كبير باحك، اهلا وسهلا نورتنا دكتور. ايضا مفخره لهذا الجزائر ان شاء الله يا رب، بسواعدك بتوعيتك دائما من هذا المنبر لكل من يحتاج هذا النصائح. الله يسلمك، ان شاء الله نكون عند حسن ظن المشاهد الكريم وحفيد شهداء دكتور ناحي. تحيه خالصه للعائله الكريمه لكل عائلات شهداء في الجزائر. طيب دكتور، اليوم بإذن الله حنتحدثوا عن أهم الحالات اللي يضطر فيها الإنسان يقلع ضرسه. نعم. نبدأ بالصغير ولا بالكبير؟ لا، هي في الحقيقة هي مجموعة من الحالات اللي يضطر اضطرارا الإنسان شديدة. أو الشخص أنه يقتلع السن تاعو أو الضرس تاعو. نعم. في معظم الحالات ما يهمناش أنه يكون صغير أو كبير، ولكن هناك الأمور اللي تقولنا أو الدلالات اللي تدل أن هذا الضرس لازم أن يتنحى أو يقتلع أو لا. هنا في معظم الحالات أن الضرس هو اللي ديسيدي، كما نقول أنا لمعظم المرضى تاعي نقول أن الضرس هو اللي ديسيدي، ما هوش المريض اللي يقرر أنه يروح عند طبيب الأسنان ويقتلع الضرس تاعه، وما هوش الطبيب اللي يقرر انه يقتلع الضرس هذا بطريقه بسيطه كما يخيل لمعظم المشاهدين الاكارم. ولكن هي في الحقيقه هي دلالات او ديكريتير اللي لازم الانسان يشوفها باش يقرر انه هذا الضرس لازم يتنحى ولا لا. اذا كان في معظم الحالات هو التسوس اللي يكون عميق. إذا كان التسوس عميق وكان هذا التسوس وصل للب، وإذا كان تجاوز اللب ودخل حتى للأنسجة الداخلية للضرس أو الأنسجة أو العظام الدائمة للضرس أو السن، هنا فإذا كان هناك عدة تقيحات او عده او انتفاخات في هذا الضرس، فهنا طبيب الاسنان يمكن ان يوجه الاسئله للمريض واللي يحكي له القصه تاع هذا الضرس اللي انتفخ عده مرات. هنا اذا كان هذا الضرس انتفخ اكثر من مرتين فهذا الضرس يكون كونداني وراح طبيب الاسنان يقرر انه يقتلعه، الا في حالات فاذا كان الضرس ما كانش متعفن بزاف فيمكن لطبيب الاسنان انه يقرر انه يعالجه. ايضا هناك حالات الانكسار، اذا كان انكسر الضرس عموديا معناتها اكسيالمون، اذا كان انكسر الضرس عموديا او السن هذا عموديا فما عندناش خيارات كبيره، فنضطر الى خلع هذا الضرس اضطرارا وليس اختيارا. ايضا اذا كان الانكسار هذا كان تحت لاجونسيف فيكون افقيا، فاذا كان الانكسار يكون تحت لاجونسيف فاذا كان تحت لاجونسيف زوج مليمترات معناتها مليمترين او ثلاثة فيمكن انه نسترجع هذا السن ونعالجه ونقوم بتغليفه ووضع التركيبات عليه على الجذر هذا. اما اذا كان الانكسار تحت اللثة بخمس او ست مليمترات فهنا ما عدناش حلول كبيرة وقد نضطر الى خلع السن. اما اذا كان هناك انكسار على مستوى الجذر في بعض الاحيان يكون هناك لي شوك كيما لي زاكسيدون دو سيركيلاسيون او سقوط او حتى
أو حتى وقوع على السن أو أو أن شوك بحاجة يابسة. فهنا إذا كان الانكسار في جذر السن فهناك دي بروسيدي، فهناك ممكن أن نعالج هذا السن إذا كان في لوتير أبيكال، معناتها الثلث الأخير من السن. إذا كان الانكسار وقع فوق الثلث الأخير من جذر السن فهنا نضطر إلى خلعه اضطرارا كما قلت، لأنه طبيب الأسنان دائما يحاول كيفاش يحافظ على السن هذا فوق داخل الفم ويحافظ على الوظيفة اللي جاء لها هذا السن. لذلك احنا كأطباء أسنان نقوم بكل الاحتياطات وبكل الأعمال الواجبة واللازمة حتى نحافظ على هذا السن، لأنه كما هو متعارف أنه كل سن عنده كويفيسيون دو ماستيكاسيون، معناتها نسبة المشاركة تاعو في المضغ والوظيفة تاعو. إذا كان نحينا سن فهذا الوظيفة راح تتأثر وراح ينقص الكويفيسيون دو ماستيكاسيون وراح لافيابيليتي، معناتها النجاعة تاع هذه العملية الهضم، هذه عملية المضغ راح تنقص. لذلك قد ما نحافظوا على العدد أكبر عدد ممكن من الأسنان لمدة زمنية أطول فهذا أحسن شيء. هناك أيضا في بعض الحالات قد نضطر إلى خلع الأسنان إذا كان هذا السن متعفن تعفن كبير جدا، فهنا راح نضطر إلى خلعه. هناك أيضا في بعض الحالات قد نضطر إلى خلع السن، خاصة ضرس العقل، ضرس العقل اللي راح يكون من الوراء، وإذا كان راح يأثر لنا على الجمال تاع الأسنان تاعنا، وراح إذا كان راح يخرج راح يطبع الأسنان هذيك للأمام وراح يصير هناك دي شوفوشمون، معناتها تزاحم في الأسنان. فهنا طبيب الأسنان إذا كان قرر أنه ينزع هذا الضرس احتياطيا أو لتفادي المشاكل اللي راح تكون من بعد، لأنه احنا كأطباء أسنان عندنا نظرة استباقية للمشاكل اللي راح تكون. لذلك في بعض الحالات نقرر أنه ننزع هذا الضرس العقل أو أضراس العقل، لأنه في حقيقة الأمر أنها هي ربعة جاية من الوراء كامل، تنبت في اللاج اون جينيرال من 17 سنة حتى ال 25 سنة أو 27 سنة. لذلك إذا كان قرر طبيب الأسنان أنه يخلع ضرس العقل استباقيا أو احتياطيا لتفادي مشاكل أخرى، فيجب على المريض أن يقوم بهذه العملية لتفادي مشاكل أخرى. هناك أيضا إذا كان بارميزور استيتيك، معناتها الناحية التجميلية، في بعض الأحيان إذا كان نضطر أن نخلع بعض الضواحك أو لي بريمولير كما يسمى باللغة الفرنسية للحصول على بعض المسافات أو الفراغات لإعادة تشكيل الأسنان وإعادة وضعها في مكانها الطبيعي بعد عملية تقويم الأسنان لتفادي التزاحم ولتصحيح المواضع الأسنان. هنا فيجب علينا خلع هذه الأسنان اللي راح تسبب لنا مشاكل فيما بعد. هناك أيضا في بعض الحالات قد نضطر إلى خلع الأسنان احتياطيا أو لتفادي مشاكل كبيرة على مستوى الصحة العامة. ما هي؟ إذا كان الإنسان هذا ستان كارديوبات اللي عنده إن كارديوباتي انفكسيوز، معناتها أو إسكيميك اللي راح تتأثر بالميكروب أو البكتيريا اللي راح تكون على مستوى هذا السن واللي راح تروح في الدورة الدموية، وهذه الدورة الدموية بطبيعة الحال راح تمر على القلب. إذا كان هذا الإنسان عنده مشاكل على مستوى القلب تاعه، خاصة اللي فالفيلوباتي اللي تشكل ريسك كبير، فطبيب الأسنان وطبيب القلب راح تكون تعاون فيما بيناتهم وتشاور لنزع كل الأسنان اللي
راح تسبب مشاكل، واللي راهي متعفنه وراهي هي عباره عن خزان للبكتيريا اللي راح تروح في الدم وتسبب مشاكل ومضاعفات، ممكن ان تروح حتى لفقدان الحياه. ايضا هناك ايضا السكري كذلك، مرضى السكري اذا كانت هناك اسنان متعفنه او على مستوى او على شكل جذور اللي راح ارشات كامل الجزء العلوي للسن وبقات جذور هكذاك، هذيك ثانيك ايضا سي دي فواي انفيكسيو، معناتها مواضيع للتعفنات. هنا هذه التعفنات راح تشكل مشكل كبير جدا على مستوى الصحه العامه، وممكن انها تشكل مشاكل كبيره جدا ل صحتك الشخص هذا. هناك ايضا في بعض الحالات قد نضطر الى خلع الاسنان استباقيا ايضا عند المرضى لي كونسير، مرضى السرطان اللي عندهم خاصه اللي راح يقبلون على عمليه العلاج بالاشعه لا راديو ثيرابي. هنا اذا كان لازم فطبيب الاسنان راح ينسق مع الطبيب الشخصي لهذا المريض، وقد يضطروا الى خلع الاسنان خاصه اذا كان فيها مشاكل من قبل، اذا كانت متسوسه او متعفنه او عندها مشاكل على مستوى اللثه. هناك ايضا في بعض الحالات اللي تكون اللثه مريضه وراح المرض هذا راح يروح للانسجه الداخليه للسن الدائمه للسن، هنا ممكن ان نضطر الى خلع السن خاصه اذا كانت ان ريزوربسيون اوسوز، معناتها ذوبان العظم الدائم للسن. فهنا ممكن ان تكون ان موبيليتي، معناتها تكون حركه، والحركه هذه احنا نصنفوها كجراحي اسنان نصرفوها على اربع مراحل. هناك لا موبيليتي فيزيولوجيك، معناتها الحركه الطبيعيه للسن، وهناك لا موبيليتي باثولوجيك. لا موبيليتي فيزيولوجيك وهي حركه بسيطه جدا، حيث انه ربي سبحانه دار هذا الانسجه الدائمه للسن والاربطه اللي تربط السن بعظم الفك. وهنا وكاين الليكيد على الانتيريور نعيطوا له ليسباس باغودونتال. هنا هذا الليكيد راح عندما الانسان يقوم بالمضغ السن راح يتحرك بطريقه صغيره جدا ولامتصاص الصدمات، حتى ما يكونش الصدمه تاع القوه تاع المضغ ما تاثرش على الانسجه الداخليه. هنا اذا كان مرض على مستوى لو باغودونت، معناتها الانسجه الدائمه للسن، اذا كان خاصه اذا كانت ان ريزوربسيون اوسوز امبورطونت، هنا راح نضطر الى خلع السن. نعاودوا نقولوا لي كونسيرو، نضطر الى خلع السن اذا كان راح نقوموا بالعلاج الكيميائي او العلاج الاشعاعي، خاصه العلاج الاشعاعي اذا كان راح يقيس لاسفير اورال، معناتها اذا كان المشكل راح يكون في العنق او في الراس، لانه الاشعاعات راح تقيس هذه الاسنان وراح تاثر على الاسنان، وكما هو متعارف الاشعاع ما راحش يزول، راح يبقى وراح يبقاو دائما المشاكل. وهناك لو ريسك تاع لوستيوغاديو نيكروز، خاصه اذا كان هذا الكونسيرو عنده مشاكل اخرى صحيه كما لو ديابيت او لاتونسيون او الكوليسترول، هنا راح الدفاعات تاعو راح تكون ضعيفه جدا، خاصه على مستوى الفك السفلي وين تكون لو فلوسونغا ناقص، لانه عظم صلب جدا وماهوش بيان اليمونتي بالاوعيه الدمويه. هنا اذا كان عنده مشكل على مستوى سن معين او عده اسنان، فيجب على طبيب الاسنان فيجب على طبيب الاسنان او الطبيب المعالج ان يقوم بخلع هذه الاسنان اللي راح تسبب لنا مشاكل عويصه. نقدروا نروحوا حتى لوستيوغاديونيكروز. هذه لوستيوغاديونيكروز، هذا لوستيوغاديونيكروز سي كوا؟ هي ذوبان عظم الفك،
خاصة إذا كان قمنا بالعلاج الإشعاعي. لذلك وفي بعض الأحيان قد نضطر حتى إلى نزع الفك لهذا الشخص، وهذه المشاكل ممكن أن نتفاداها بطريقة بسيطة جدا، وهي خلع ما هيش طريقة بسيطة، ولكن خلع بعض الأسنان اللي هي أصلا متعفنة أو مسوسة لتفادي المشاكل الأخرى. هنا يجب على طبيب الأسنان أن يكون عنده الشجاعة، والطبيب المعالج أنه يخلعوا هذه الأسنان كامل. وفي بعض الحالات أنه المريض ما راهوش واعي بوش راح يصرى، لذلك طبعا يجب على طبيب الأسنان شرح هذا الإشكالية والقيام بالواجب. لذلك هنا يجب على طبيب الأسنان أنه يقوم بخلع الأسنان المتعفنة وإقناع المريض بهذا. طيب دكتور، فيه معنا متصل لك سمحت لي فقط، الأخ تزيري من تيارت. طيب تزيري راح تزيري، تمام، يمكن معاودة الاتصال بنا وكل الأوفياء 021-39-42-42 021-39-43-43. أهلا وسهلا بكل اتصالاتكم. عفوا دكتور. نعم، في بعض الأحيان قد نضطر ثاني إلى نزع الأسنان أو خلع الأسنان اضطراريا قبل عمليات على مستوى القلب او على مستوى الجنو او لوضع لي بروتيز او تغيير بعض الاوعيه وكذا، لانه هنا راح تكون دي سيكاتريس على مستوى هذه المناطق، وهذه لي سيكاتريس كما هي متواجده فيها نتوءات، وهذه النتوءات اذا كان هناك انونديمي معناتها دخول البكتيريا الى داخل الوسط الداخلي او الى الدم راح تمشي وراح تتموضع على مستوى هذه النتوءات اللي راح تتكاثر هناك وراح تسبب مشاكل كبيرة جدا. لذلك الأطباء ينصحوا أنه تكون عملية القلع استباقية ثم قبل العمليات لتفادي كل هذه المشاكل فيما بعد. طيب دكتور، معنا أم بسملة من العاصمة. السلام عليكم أم بسملة. ألو. السلام عليكم. وعليك السلام أختي. لاباس؟ الحمد لله، أهلا وسهلا. نشكركم بزاف على هذه الحصة. واجبنا، شكرا على وفائك. شكرا. وحبيت عندي دو كيستيون بور تفضلي تفضلي. أنا حبيت نسقسيك سؤال الأول تاعي يخصني أنا. عندي بوندة أكسيدون لاج دو 28 عام. شغل لماش هذاك الدروس تاعي القدام راحوا كامل. ومن بعد وكانوا ديجا شاك غروسيس يروحوا لي ومن بعد درت لاج دو 32 عام درت دونتيي بروفيزوار. كان عندي اختي داروا لي دونتيي بروفيزوار، ودونك راني مازالي بهذاك دونتيي بروفيزوار، ومازال عندي لي غاسين داخل هكذايا تحت هذاك الدونتيي كامل. مي انا دوك والله لو بروبليم تاعي كي نلحق كي ندخل دونتيست، ديجا حتى نحوس على الدونتيست كامل كي ندخل انا غير نقعد في الكرسي تجيني لا طونسيون دوخ، نولي حتى ما نشوفش، عندي لا فوبي تاع الدونتيست. كي ما ندير كي اي دونتيست ديجا دوك جي 48 عام باش تعرف السن تاعي، للان عندي اون سيمان قلت والله نروح فمي كاع ما عنديش تحت عندي غير خمسه قدام والفوق ما عنديش كاسيت دونتي. الوغ انا غير ندخل دونتي دخلت عند الباب قال لي نعم، قلت له لا نعاود نولي من بعد تيرمو خفت. تمام، زدت ولي ثلاث ايام سي لا ميم شوز، عندي لا فوبي. حبيت ولو كان يكون عندي الحل، انا لو كان جات لي ينسب يديروا لي لانستيزي جينيرال وينحوا لي كامل يبلاسيو لي. نعم يعني اسمح لي. وصل الرساله؟ وصلت الرساله. تفضلي. تفضلك. عندي بنتي عندها راهي تردع وليدها وي موا، ديما لاجونسي تاعها منفخه، عطاو لها اوراجين، شربت اموكسيسيلين، شربت ميم واحد تريتمون هكذايا دي لي بين بوش، مي توجور اوتيل لاجونسي تاعها منفخه دايوغ ايل سوفر. وش عليها نسألك سؤال، هل قامت بلو دي تختخاج بعملية جامي
راح نجاوبوك ان شاء الله، راح نجاوبوك. يسلمك. بك انا كي راهي تردع، اسكو عندها علاقه مع لاليتمون. تمام واضح دكتور. شكرا شكرا لك. شكرا لك اختي ام بسمله على هذا الاتصال. بقي معنا فقط لمتابعه تفاصيل الاجابه باذن الله. معنا ايضا ام عبد الرؤوف من بومرداس. السلام عليكم ام عبد الرؤوف. الو الو السلام عليكم. عليك السلام ام عبد الرؤوف، اهلا وسهلا. نشكركم على هذه الحصه. العفو، شكرا جزيلا على وفائك. تفضلي اختي. الطبيب على المرأة الحامل والالم اسنان. انا مرأة حامل، انا كشعر ثامن وعندي الم في الاسنان، يعني يقول هكا كيجوني من بعد شغل الالم ماشي خفيفه. يعني عندك تسوسات؟ لا ماشي تسوسات، ولكن الم شغل خفيفه تجيني بسرعه. يعني هرمونات ربما. طيب طالبة النساء قالت لي شوفي بك باسيتامول. طيب واضح اختي الكريمه، الدكتور راح يجاوبك باذن الله ويفصل في هذه النقطه. شكرا على اتصالك، قاي في المتابعه. صحيتي صح. معنا اذا اللي كنت اخت ام بسمله، اول شيء تقول لك عندي فوبيا، اعطيني حل اذا كان فيها امكانيه. هي في الحقيقة هناك إمكانية في بطبيعة الحال، لأنه الإنسان اللي عنده فوبيا طبيب الأسنان هذا لازم يعني أنه جراء الحادث كانت واضحة يعني. نعم. هنا الإشكال راح يكون في الأنستيزي جينيرال اللي أطباء الأسنان في العيادات الخاصة ما يقدروش يديروها، واللي هي في الحقيقة قانونيا ما تندارش. لذلك أنا ننصحها بالتوجه إلى لي سي اش او، معناتها لي زوبيتو. هنا ممكن يعملوها وحاجة طبيعية بصفة عادية جدا. في بعض الحالات هناك اطباء الاسنان ممكن ان يوصفوا لها دي ترونكيليزون، ولكن ايضا قانونيا حنا في الجزائر ماهوش ممكن انه طبيب اسنان يمد لي ترونكيليزون، لانها يستعملوها لاغراض اخرى. لذلك هنا اطباء الاسنان مش ممكن انه يمدوا لها هذا لي ترونكيليزون. لذلك انا انصح بالتوجه الى لي سي اش او، الى المستشفيات. في المستشفى راح يقوموا لها بالعمليه وراح يديروا لها الانستيزي جينيرال، وباذن الله ينحوا لها كامل الاسنان اللي لازم. ولكن ننصح الاخت هذه انها هي اللي تراجع نفسها، هي اللي تقرر، وهي لازم هي اللي تتخذ القرار انه انا مانيش راح نخاف. لانه في بطبيعه الحال انه صح طبيب الاسنان يستعمل ادوات اللي تخوف، ولكن لا قعدت لها الفوبيا. نعم. الحادث اللي كان تعرضت. نعم. اكيد انا ننصحها انها هي اللي تبادر مع نفسها، تبادر وتروح تشوف حتى مختص نفساني وراح يقوم بالحديث معاها. حتى اطباء الاسنان في بعض الاحيان، انه احنا كاطباء اسنان في بعض الاحيان حتى نقوم بدور الاخصائي النفساني، لانه اذا كان ما وفرتش الانفيرونمون اللي تقدر تخدم فيه ما راحش تقدر تقوم بالعمل تاعك على اتم واجب. لذلك التحضير النفسي للمريض مهم جدا. بالنسبه لي ابنها اللي قالت 8 شهور وقالت لك عنده لاجونسيف توجور. بنتها اول. المهم 8 اشهر تقول باللي لاجونسيف. لا هي ترضع، قالت بنتها ترضعت، تقوم بعمليه الارضاع وعندها ان بروبليم جنجيفال. هنا انا واش نقول؟ اذا كان الانتفاخ هذا، فالانتفاخ عنده سبب بطبيعه الحال. اما كان هرموني في ديرون لا غروسيس، معناتها في وقت الحمل. هنا ما نظنش، لانه الانتفاخات الهرمونيه بعد حنا نعيطوا لها لاجونسي لا جينجيفيت غرافيديك. هنا الانتفاخات الهرمونيه هنا تزول بعد عمليه الوضع، بعد ما لذلك هنا نقول بلي ممكن جدا انه طبيب الاسنان يجب ان يقوم بعمليه نزع لي ديبو و لو طخ،
ما يسمى احنا بالفرنسيه ونسموها الشائع انه لو دي طاختخاج، هنا لازم يقوم بعمليه تنقيه لي تيشي جنجيفال، خاصه لو طاختخ سو جنجيفال معناتها اللي تحت اللثه، هنا لانه مام اذا دارت الادويه وكان هذا لو كالكير هذا لو طاختخ هو سيت اون سورس تاع 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 لي باكتيري، فلاجونسيف تاعها ماحش تبرا مستحيل، لذلك يجب تنقية أو قيام بعملية الكورتاج معناتها تنقية كاع لي تيشي اللي المحيطة بالأسنان تاعها للحصول على نتائج مرضية جدا إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أم عبد الرؤوف اللي تقول تحدث عن الحامل وألم الأسنان اللي صاحبها ربما من الأيام الأولى حتى آخر يوم، وهذه موجودة متعلقة ربما بالهرمونات بالهرمونات في بعض الأحيان تكون هرمونية، لأنه ألم الأسنان لي زانفلاماسيون جنجيفال وكذا، وراح هذيك لاجونسيف راح تخلي لو فيت لما تنتفخ، وهنا راح ألم الأسنان خاصة إذا كانت الأسنان هذه مريضة أو لاجونسيف نازلة على لو نيفو تاعها إنيسيال معناتها اون ريتراكسيون جنجيفال، هنا ننصحها انها كاين دي دونتيفريز دي سونسيبيليزون اللي نقصوا من هذا الالم، اما اذا كانت اسنانها مسوسه فهنا يجب تدخل طبيب الاسنان. في الثلاث اشهر الاولى احنا اطباء الاسنان اذا كانت فيه الام اذا كانت قد نضطر الى التخدير فننصحها انها تتفادى الثلاث اشهر الاولى حتى تلحق لو دوزيام تريماست، واذا كان ممكن طبيب الاسنان ينسق مع طبيب النساء او طبيبه النساء فهذا راح يكون احسن. اما اذا كنا اضطراريين اذا كانت عندها الم حاده جدا فهنا قد نضطر الى التخدير والى نزع العصب، فتقرير او تقرير لا كونديتا تونير امام المراه الحامل صعب جدا، لانه حياه اخرى راهي في اللعب. وهنا ننصح الامهات وامهاتنا قبل الحمل واخواتنا انهم يقوموا بزياره طبيب الاسنان قبل الحمل او قبل الزواج حتى لعلاج كل المشاكل الموجوده لتفادي المشاكل الكبيره، لانه انا صراحه يجوني يوميا امهات واخوات اللي يعانيوا معاناه كبيره جدا، حتى طبيب الاسنان ما يقدرش مام با يمد لها الادويه أكيد. لانه في بعض الحالات تكون تاخذ ادويه كثيره جدا، فهنا الكولوار داكسيون تاع طبيب الاسنان راح يكون ضيق جدا وهنا ولكن انا ننصح الاخوات انهم بالذهاب الى طبيب الاسنان قبل الحمل ان شاء الله. طيب دكتور ربما نختموا بجزئيه، انه في كثير من الناس لما يدير بلومباج يعني يبدا يسونيها يكون فيه يبقى الم فيما بعد، فهل هذا مشكل عصب كما يقول لك يعني النار مازال حي، يعني هل نقتلوا هذاك العرق او انه لابد انه يقعد قاع، لانه يقول لك تزراق هذيك الضرس، كثير من الناس يتخوفوا يقول لك انا ما بلومبياش لانه راح ياخذ ربما شكل مسار اخر ولون مغاير تماما يبدا يزرق يعني. نعم. هذاك هي في الحقيقه تغير لون السن راح يكون طفيف جدا، خاصه اذا كان طبيب الاسنان هذا ماهر في نزع العصب، لانه اذا كان ينيموراجي داخل قناه اللب لازم ما يخليهاش كامل، لانه هذاك الدم هو اللي راح يكون ويدخل داخل الانابيب اللي تشكل لا دونتين. نعم. وراح يسبب لنا هذيك لا كولوراسيون غريزاتر او الصفراء او لو مارون فونسي. هنا
ولكن إذا اضطرينا اضطرارا إلى نزع العصب فهذا يجب أن يكون، لأنه طبيب الأسنان هناك ديكريتر اللي يقرر بها نزع العصب. إذا كانت هناك دي دولور سبونطانية، معناتها إذا كان هذا الضرس أو هذا السن نوضك في الليل، فهنا هذا دليل قاطع على أنه العصب راه أنفلامي. أما إذا كان قام بالعلاج السطحي، أو إذا كانت هذه لاكاري دونتير سطحية وقام بعلاجها، في بعض الأحيان كي لما يمارس العمل تاعو طبيب الأسنان ويقوم بنزع هذيك لي تيسيو مو هذوك غامولي، هنا لي تيسيو غامولي عفوا الطبقات هذيك المتعفنه من 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 انسجه السن، هنا راح تكون هذاك لا توربين هذيك راح ديجاجي حراره، هذيك الحراره راح تاثر على لب السن اللي ممكن انه يتاثر وراح يمد وراح يمد بعد مده من العلاج راح يمد دي دولور، معناتها الام في بعض الاحيان تكون بسيطه جدا راح تروح مع الوقت، ولكن في بعض الاحيان الاخرى راح تكون قويه جدا، وهنا راح نضطر ايضا الى نزع اللب اضطرارا، لانه نقول ونعاود اضطرارا، لانه في معظم الاحيان طبيب الاسنان يحاول كل ما بوسعه عدم نزع اللب، خاصه في الاسنان الاماميه، ولكن اذا كان اضطرارا فيجب عليه عمل واش لازم. شكرا لك دكتور على كل شيء اللي تفضلت به في هذا الصبيحه، جزاك الله كل خير، نلقاك باذن الله يوم الاحد المقبل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، في موضوع جديد يهم صحه الاسنان. أما الآن مشاهدي الأفاضل إلى هذا الفيديو مع الزميلة إيمان أكسيل عن الأكياس البلاستيكية تتحدث في هذا الروبورتاج. وفي انتظار حضور وتحضر الروبورتاج مشاهدي الأفاضل، أكيد بقى معنا بعض الدقائق سنستثمرها بإذن الله بالحديث بمعية الأستاذ والإمام فؤاد برادعي. الحديث بإذن الله سيكون تمعنا في آية من آية سبحانه وتعالى، وبطبيعة الحال ننتظر منكم تبقوا دائما أوفياء إلى غاية حدود منتصف النهار، ويتحضر لي طبعا إطلاعكم على مزيد من التفاصيل الصحية عن الأكياس البلاستيكية. هذا الفيتير من توقيع إيمان أكسيل. تجدها بكل الألوان هنا وهناك، تتطاير لتشوه جمال المدينة ونظامها البيئي، الأكياس البلاستيكية الزاحف الصامت. المشكل يبدأ من عند الشعب، والحل يبدا من عنده ثاني اختي، كيما هو دار المشكل هو اللي راح يلقى له الحل ديالو، يديروا لهم مكان وين يرموهم اختي، ديبو بالي خصو لهم، ما على باليش انايا شغل شاك بوط ولا قدام شجره ولا مع الباش يديروا ديبو بال وين يرموا هادو ساشيات. اللي يشري ما يرميش في طريقك، هذا هو التغيير. هذا شيء سلبي حقيقه. الانسان من الاحسن الانسان ينقي يحتفظ بالبيئه نتاعو، يعني عندنا كما نقولوا مشروع واحد، كل واحد الانسان في داره إذا المشروع ينقي برا داره كما نقولوا احنا، ينقي لا برا داره ما تشكلش على بلدي ولا تشكل على أي مصالح عمومية ولا أي حاجة. هي حل بديل للسكالة، السكالة إذا كانت في شروط وفي إجراءات وكذا، قال مثلا كما نقولوا احنا المحل يخرج الفضلات تاوعو مثل كسوبيرات ولا يخرج زعما لي ديشي تاوعو افون ساتور، لو ساتور يجي واحد متخصص اللي يجمع هذه الأشياء. مثلا كي نروحوا عند في البلدان الاجنبيه نصيبوا انه في الساشيات في البيت، صيب ساشي متخصص مثلا للحفاضات، شاسي كيس مخصص للفضلات تاع الاغذيه وشوز كوم سولا، يعاون هاد الامات يعاون. حنا نلقاو مثلا كيما باديه دايره تاع النفايات واحد فيه كلش، مما يعطل عمليه اقتناء والرسكاله. أكثر من قرن من الزمن هي المدة التي يتطلبها الكيس البلاستيكي حتى يتحلل في التربة، مدة كافية لإبادة بيئة الأجيال القادمة، فما هي الحلول يا ترى؟
هي الحل خاصة بالنسبة للأكياس كما ذكرنا هي عندها حلين، عندها اتجاهين وليس حلين. الاتجاه الأول يجب أن تكون عندنا سياسة معالجة النفايات هذه في المراكز وين رمي النفايات هذه في، والآن أصبحت تخصصات في الجامعة كيف نقوم بتسيير النفايات هذه أصلا، وعد فيها تخصصات كبيرة يجب تدعيم أولا في عالم المعرفة والتكوين الأكاديمي الجامعي من هذه الناحية، لأن أي حاجة نحب نعالجوها لازم ندرسوها دراسة علمية ودراسة التجارب التي سبقتنا باش نقدروا نوصلوا للحلول الجيدة. هذه من ناحية. من ناحية الثانية لازم مرافقة هذه المؤسسات التي تقوم خاصة المؤسسات الصغيرة التي تشتغل في هذا الميدان. النقطة الثالثة هي يجب توعية والتعليم الصناعيين لكي يقوموا بالصناعة من الجانب هذه الأكياس من الأصل النباتي لتكون مرافقة للبيئة. الرسكلة بديل ناجع لاستغلال النفايات وجعلها طاقة اقتصادية دافعة بعجلة النمو، تجربة مؤكدة النجاح، إلا أن الجزائر دخلت الغمار بخطى ثقيلة. ومسك ختمنا بإذن الله مشاهدي الأفاضل في هذا الصباح بتوقيع الأستاذ زكريا عبد اللطيف أستاذنا الفاضل، منورنا بحضوره بإذن الله الحديث من خلال فقرة البيت الخلوق تمعنا وتدبرا في آية من آياته سبحانه وتعالى، الآية 15-16 من سورة الفجر. فاصل ونواصل. وباسمكم في كل مكان مشاهدي الأفاضل أرحب كثيرا بالأستاذ زكريا عبد اللطيف، نقول له السلام عليكم، أهلا وسهلا بك، حللت سهلا وسهلا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. شكرا. اليوم بإذن الله سنتمعن وإياك من خلال فقرة فليتدبرون في آية من آياته سبحانه وتعالى، وفيها من المغزى الكثير الكثير. نعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام. يقول الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين الكريمتين: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. هنا الله سبحانه وتعالى يصف لنا صنفين من الناس، أحدهم خلقهم الله سبحانه وتعالى أغنياء، والصنف الآخر خلقهم الله سبحانه وتعالى فقراء. يقول الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان. هنا الإنسان كما قال علماء التفسير يعني أي إنسان، يعني يراد بها الجنس، يعني مؤمن وكافر. وهذا الإنسان هو نفس الذي ذكر في سورة العصر، قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني أي إنسان. فالله سبحانه وتعالى قال في هذه السورة، سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. وش معناها إذا ما ابتلاه ربه؟ بمعنى إذا اختبره، بمعنى إذا امتحنه. والله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا من أجل الامتحان ومن أجل الاختبار. قال الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الحياة الدنيا هي حياة اختبار، هي حياة امتحان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، يعني اختبره، يعني امتحنه، فأكرمه ونعمه، يعني أعطاه الرزق، أعطاه الوسع، أعطاه الله سبحانه وتعالى الجاه، أعطاه الصحة، أعطاه من كل خيراته.
ماذا يقول هذا الإنسان؟ يقول ربي أكرمني. ما معنى ربي أكرمني؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى اصطفاني، وأن الله سبحانه وتعالى أحبني، وأن الله سبحانه وتعالى فضلني على باقي خلقه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه يعني اختبره أيضا فقدر. ما معنى فقدر؟ بمعنى ضيق. القدر في اللغة العربية معنى التضييق. مثلا في قوله سبحانه وتعالى وذنوني، يعني سيدنا يونس عليه السلام، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ليس القدرة من الاستطاعة، فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نضيق عليه. وأيضا سميت ليلة القدر بليلة القدر لأن الأرض تضيق من الملائكة، من كثرة الملائكة التي تنزل في تلك الليلة المباركة تضيق الأرض. فالقدر معنى من معاني القدر بمعنى التضييق. وأما إذا ما ابتلاه فقدر بمعنى ضيق، وهو الفقر والتقتير، فيقول هذا الإنسان ربي أهانني بأن الله سبحانه وتعالى لا يحبني فجعلني فقيرا. ثم يأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى، فيقول الله سبحانه وتعالى كلا، وكلا بمعنى الردع والزجر، يعني ليس كما تقولون، ليس الإهانة بالفقر والكرم بالغنى، لا، أن الله سبحانه وتعالى يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ويجعل الله سبحانه وتعالى الإنسان فقير من يحبه ومن لا يحبه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر من يشاء. الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي يعني يجعل فلانا غنيا ويصلحه الغنى، ويصلحه الغنى، ويجعل فلانا فقيرا لأنه لا يصلحه إلا الفقر، كما جاء في حديث قدس آخر بأن في معنى الحديث يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي إن من عبادي لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لهلك، وإن من عبادي لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لهلك. فالله سبحانه وتعالى يعني يجعل من يشاء فقيرا ويجعل من يشاء غنى. وليس الإنسان لما يكون إنسان فقير بأن هذا الإنسان لا يحبه الله سبحانه وتعالى، لا. الفقر والغنى هو ابتلاء، كما قال الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني كما أن هذه مبدأ الزوجية في القرآن الكريم، كما أن الشر هو فتنة واختبار، أيضا الخير هو فتنة واختبار، كما أن الغنى هو فتنة واختبار، أيضا الفقر هو غنى واختبار. حتى إذا جئنا إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام نجد يعني مر على عدة مراحل، وكان يعني آخر امتحان ابتلاه الله سبحانه وتعالى هو ابتلاء الرخاء، لما جعل وزيرا على أهل مصر، يعني بعدما ما سجن ورمي في البئر وإلى غير ذلك، فكان آخر البلاء هو بلاء الخير، فتنة الخير، ولكن ثبت على ذلك. وإذا جئنا إلى يعني الفقر نجد يعني كثير من الأنبياء كانوا فقراء، وكثير من العلماء والصالحين كانوا فقراء، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنه يعني يمر الشهر ثم الشهر ثم الشهر ولا توقد نار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فحذار يعني أن نهين ذلك الإنسان الفقير ولا نجعل له قيمة ولا نجعل له وزنا، ونقدر ذلك الرجل الغني ونفتخر به، لا. فالله سبحانه وتعالى قال كلا، ردع وزج، والإنسان يعني بجبلته يعني يميل إلى صاحب المال. وسمي له، وإن كنا تكلمنا على هذه النقطة سابقا ولكن لا بأس أن نعيد بها، لأن كما يقال التكرار يفيد الاستقرار. المال مال يعني من الميل، من الميلان، يعني الإنسان يميل إلى المال بحد ذاته،
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. نعم، طبيعة بشرية تميل إلى المال، إلى حب المال، وتحبون المال حبا جما، هذه بعد الآيات. وآتى المال على حبه، يعني مع حبه. ولهذا كما قال أحد الشعراء، قال: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، يعني ذهبوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. ويقول الشاعر آخر، يعني كيف الناس يعني تقيم صاحب الرجل الغنى وننظر بالماديات فقط. يقول: يمشي الفقير وكل شيء ضده، الفقير مسكين لما يمشي كل الناس يعني ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، يعني أين يطرق الباب الأبواب مؤصدة في وجهه، ولكن لو فتح وطرق، عفوا، لو طرق باب الله سبحانه وتعالى فتح له. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه ممقوتا. المقت هو شدة الكره، كما قال سبحانه وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وتراه ممقوتا وليس بمذنب. الناس كامل تكره هذا الفقير، هو ايش ذنبه؟ خلقه الله سبحانه وتعالى فقيرا. وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها. الناس كامل تعادي هذا الإنسان الفقير، ما هو السبب؟ لا سبب. ثم يقول هذا الشاعر، يعني في طرفة، يقول: حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها. يعني حتى الكلاب يعني تميز بين الرجل الفقير والرجل الغني. والأصل بأن الله سبحانه وتعالى إذا وفق الإنسان إلى الطاعة، إذا وفقه وتحلى بالأخلاق الحسنة، بالأخلاق الفاضلة، وتخلق بأخلاق القرآن، فهذا هو الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا الإنسان يعني ذهب إلى المعاصي والموبقات والمنكرات، فهذا هو الذي أهانه الله سبحانه وتعالى، فتكون له الإهانة في الدنيا والآخرة. فالفقر والغنى ليس مقياس حب وبغض الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: كلا ردع وزجر. ثم بعد ذلك، بعدما قبح الله سبحانه وتعالى وشنع أقوال هؤلاء الناس، شنع وقبح وبشع أفعالهم. يعني أولا يعني اعترض الله سبحانه وتعالى كلا الأولى على الأقوال، ماذا قالوا. ثم بعد ذلك اعترض الله سبحانه وتعالى عن ماذا فعلوا، قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم، رغم أنكم أغنياء وأنكم كما يقول لهم سبحانه وتعالى: أعطيتم لكم الرزق والمال والفضل، ولكنكم لا تكرمون اليتيم. هذا اليتيم الذي أوصى الله سبحانه أو أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار إلى السبابة والإبهام، وقيل السبابة والوسطى. هذا اليتيم الذي يعني تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خلق يتيما، فهؤلاء رغم الغنى ورغم الفضل لم يكرمون اليتيم ولم يعطون له قيمة. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. تحضون بمعنى تحثون، يعني لا تحثون أنفسكم ولا تحثون غيركم على إطعام المسكين. فهذه يعني الإنسان مهما يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى من رزق ولو كان قليلا، يحث يعني يطعم المسكين ويحسن إلى اليتيم حتى ولم يكن له ولا شيء.
هناك يعني الإنفاق المادي وهو المعروف، يعني دائما لما نتكلموا على المسكين ونتكلموا على اليتيم مباشرة يعني أذهاننا تذهب إلى الإنفاق المادي، الإنفاق بالأشياء، ولكن هناك الإنفاق المعنوي، هناك الإنفاق العاطفي، يعني هذا اليتيم أيضا يحتاج إلى عاطفة الأبوبة وإلى عاطفة الأمومة، فهذه موجودة، يعني حتى الإنسان ما عنده ولا شيء لا يستطيع يعني يأخذ هؤلاء اليتامى مثلا أو هؤلاء المساكين مع أبنائهم إلى نزهة مثلا أو إلى بعض الأماكن، فهذه أيضا من إطعام المسكين والحث على إطعام المسكين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراف أكلا لما. ما هو التراف؟ التراف هو الميراث، التراف كما قال تقريبا كل علماء التفسير بأن الميراث، وتأكلون التراف أكلا لما، يعني تأكلون ميراث الغير، تأكلون ميراث البنات. كثير من حتى الآن في وقتنا هذا كثير من المناطق يتلاعبون على ميراث الأخوات وعلى ميراث الأولاد الصغار، ولهذا يعني شنع الله سبحانه وتعالى قال وتأكلون التراث أكلا لما، يعني أكلا شديدا، ولم نقول يعني لما الشيء يعني يلمه من حلال ومن حرام، يأخذ حقه الذي أحله الله سبحانه وتعالى ويأخذ حق غيره، وهذه أيضا من أكبر الكبائر. الإنسان إذا اقتطع شبر أرض من غير حقه طوقه الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة. فهذا الإنسان يعني الذي يأخذ يعني ميراث الغير ويتلاعب بالميراث ويأبى أن يقسم الميراث لأنه يستفيد منه والدخل يعود إليه، فهذه يعني هذه الحالة وهذا الفعل بشعه الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال وتأكلون التراث أكلا لما. وقيل التراث هو كل مال، لأن المال هو مال الله سبحانه وتعالى ونحن مستخلفين في هذا المال، فهذا المال الإنسان دائما يتحرى الحلال، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه، فلا يجمع الإنسان يعني الحلال والحرام ويجمع كل ما حوله، فكما قال أحدهم فقير كل من يطمع غني كل من يقنع، القناعة كنز لا يفنى، أما الطمع والجشع فهذا ليس من صفات الإنسان المسلم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون يعني لا تحثون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وقد تكلمنا على هذه الآية الكريمة وتحبون المال حبا جما، ثم قال الله سبحانه وتعالى كلا، يعني كلا الأولى يعني ردع وزجر عن أقوالهم، وكلا الثانية يعني ردع وزجر عن أفعالهم هذه. نعم، وحتى كلا ربما لديها من المعاني الكثيرة من النهي كذلك بالنسبة لكل العباد ممن يسعون لذلك. نعم، يعني كثير من الناس يعني أن هناك أناس يعني مصلحون في هذه الأرض، صلاح لأنفسهم وإصلاح لغيرهم، وهناك يعني مفسدون في هذه الأرض، يعني من الأقوال أو من الأفعال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فكما قلنا يعني كلا يعني تدل بأن هذه الأفعال غير مستقيمة، بأن هذه الأفعال وهذه الأقوال ليست من أقوال وليست من أفعال إنسان مسلم، ولا ينبغي أن يتحلى بها. فطرق الوصول إلى الخالق بعدد النفائس، يعني ليس عنا الوصول إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة والصيام والزكاة فقط، ثم هو تقوى. نعم نعم، إذا جئنا إلى هذه العبادات يعني نجدها يعني أوقات يسيرة جدا، مثلا إذا جئنا إلى الصلاة إذا كان الإنسان يعني يصليها ما شاء الله وبركوعها وسجودها والطمأنين الخشوع نجده ممكن نجمعها كامل ممكن ساعة في اليوم، الحج عنا رحلة في العمر، نجد الزكاة ممكن يوم في العام، الشهادتين إنسان يتلفظ بدقيقة في الشهادتين، أيضا إذا جئنا إلى الصيام عنا 30 يوم فقط يعني من الفجر إلى المغرب،
طيب وباقي الأوقات ماذا يفعل فيها الإنسان؟ فهذا الإنسان يعني يجتهد أن تكون هذه النفائس، أن يكون عمله، أن يكون كل شيء مرضاة لله سبحانه وتعالى. وأفضل الأعمال هي أن ينفع الإنسان غيره، أن يعيش لنفسه وأن يعيش لغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال سرور تدخله على أخيك المسلم، كما جاء في الحديث الصحيح الشريف: إكرام اليتيم وإطعام المسكين، وإلى غير ذلك من الأعمال الفاضلة التي ذكرت في الشريعة الإسلامية. ثم إن حتى حب المال وإن كان فطرة في الإنسان في حد ذاته أستاذ عبد اللطيف، صحيح أنه الإنسان بطبيعته هذا الشيء، ولكن استخدامه أيضا لابد أن يستخدم لما يحب الله وما يرضى. فعن قضية ربما استخدامها وفيما يستغل هذا المال فيما يكره المولى عز وجل أو فيما يحب، هو سؤال يطرح نفسه. نعم أكيد، في كل حديث مخيف للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. يعني كل واحد فينا يمتثل أمام الله سبحانه وتعالى ليسأل عن أربع أشياء: عن عمره فيما أفناه، يعني يسألنا الله سبحانه وتعالى عن كل العمر، ثم سؤال خاص عن الشباب وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله، زوج أسئلة عن المال وعن ماله، من أين اكتسبه وأين أنفقه. يعني زوج أسئلة عن المال وعن علمه ماذا عمل به. فهذا الإنسان أو نحن كلنا، ونحن إنسان طبعاً سنسأل على هذه الأموال التي أعطانا الله سبحانه وتعالى وحبانا الله سبحانه وتعالى بها، ليس من أجل الافتخار. يعني لما يقول الإنسان ربي أكرمني، يعني يقول هذا الإنسان من باب التباهي ومن باب الافتخار ومن باب الزهو، وهذا لا. يعني حتى قارون فخسفنا به وبداره الأرض، يعني كان أغنى رجل عبر العصور، ولكن إنسان هذا يكتسب هذا المال من حلال وأيضا ينفقه في حلال، فكل درهم سنسأل عنه يوم القيامة. شكرا لك أستاذ زكريا عبد اللطيف على كل هذا التفاصيل، جزاك الله كل خير، نلقاك بإذن الله في قابل الأيام الأسبوع المقبل. أما الآن مشاهدي الأفاضل وصلنا إلى ختام برنامج ضحى القناة، شكرا لكل الزملاء لخدمكم في العارضة التقنية بقيادة نادية قادة في الإخراج، سهيلة دومنجي في أسكريبتانا، الزميلة ذهبية هامل في الإشراف، شكرا لكل من أمين عقيلة سعاد وكلتوم، من معي أيضا كل من سارة حميد، المتربصين معنا رضا، كل من خدمكم في هذا الصبيحة، شكرا لك زميلي قادري، شكرا لكل من تعاون معي في هذا الصبيحة لإنجاز برنامج ضحى القناة. سعدت كثيرا أنا بخدمتكم وألقاكم بإذن الله في قابل الأيام، شكرا لوفائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.